يلا ابني يلا، مو انت كنت عم تقول انك رح تاكل الشوربه بعد العمليه؟ اه يلا خد هي اللقمه كرمالي حبيبي، يلا بس لقمه وحده يلا. مالك جوعان؟ اه فردي كيفك؟ لك شو جبت لها؟ يلا خذ. يلا قل له شكرا للدكتور. يلا يلا خده، لما كنت بعمرك كنت حب حل هاي المسائل. اذا حبيت بجيب الاصعب منها. ايه رح اروح على المكتبه وجيب الاصعب، موافق؟ شو رايك؟ بدك ابني؟ اه اضحك شوي، اضحك بعدين لا تنسى انه عمليتك نجحت. معك حق، ما فيك تتنفس بدون جهاز تنفس صحيح، بس انت هون. ايه ليك انت هون معنا، شو بقدر اعمل مشانك؟ يلا قول شو بقدر اعمل لحتى خليك مبسوط. علي أنا رح فوت على عملية القلب، نادي دروك، الولد عندكن، تذكروا عموده الفقري عم يضغط على الرئة، اصحكن تبعدوا عيونكن عنه. وشو رح يصير إذا ما تركنا؟ ما فينا نساوي شي، ما عم يرضى يحكي، حتى انه ما بيقدر يتنفس لحاله. رح نخلي وضع الولد مستقر، هذا احسن شيء بنقدر نعمله هلا. تمام ممتاز، يلا يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهده المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.